أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن انطلاق عملية تحكيم الأعمال المشاركة بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2019 المقامة في نسختها العاشرة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات. ولضمان نجاح عملية التقييم روعي في الاختيار استقلالية وتنوع تخصصات أعضاء لجنة التحكيم، الأمر الذي يرقى بمستوى المبادرات التقنية بكافة القطاعات ويعزز المنافسة بين الأفكار الخلاقة التي تواكب عصر المعلوماتية والاقتصاد المعرفي. يذكر أن فئات جائزة التميز للحكومة الإلكترونية تشمل جوائز القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الأفراد. أنا فخور أني أكون أحد أعضاء لجنة هذه الجائزة المميزة التي تسعى إلى تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030 من خلال التحول الإلكتروني. معايير الجائزة جدا ممتازة وقيمة، هي قائمة على عدة معايير، منها فائدة التحول أو تقديم الخدمات للجهات الحكومية من جهات حكومية إلى جهات حكومية أو من جهات حكومية إلى قطاع خاص أو أفراد، بالإضافة إلى بعض المعايير التي تقوم من ناحية العائد على الاستثمار من هذه الخدمات، وأيضا من ناحية القيمة المضافة اللي راح تضيفها للمواطن وللزائر لمملكة البحرين. بالنسبة إلى عملية التقييم أو المحاور التي ممكن إدخالها في المستقبل، فيجب التركيز على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، استخدام الأجهزة الذكية، التكنولوجيا الجديدة اللي موجودة يعني ومدى استخدامها في الجهات الحكومية، التركيز على الشباب وقطاع ريادة الأعمال يعني وخلق فرص عمل.